أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا كنت صاحب مال نعم وإذا كنت صاحب مال نعم وأعطاني رجل مال مالا وظن أني صاحب عسرة، فهل آخذه وأنا حالتي المادية جيدة جدا؟ إذا عرفت أنه زكاة ما يجوز لك أخذه، إذا عرفت أنه زكاة ما يجوز لك أخذه، لأنه لا يحق لك وليس مالا وليس حلالا لك، هذا للمحتاجين. نعم.